أحبائي طلاب الصف السادس، معكم المعلمة مي الأحمر في درس جديد من دروس الديانة المسيحية. درسنا اليوم يسوع يشفي المرحلة. سنتحدث عن القديس الشهيد ميان الحمص. ولد الشهيد القديس ميان في حمص في القرن الثالث الميلادي من عائلة عريش. كان والده مستشارا وزوقين كان وثنيا يعبد الأصنام، ولكن قديسنا تربى على يد مربية مسيحية تدعى مطرونة، فعلمته مبادئ الدين المسيحي، وعلمته جميع الفضائل المسيحية، وعرفته على ناسك يقيم في مغارة على ضفاف نهر العاصي. هذا الناسك كان يدعى إيباتيوس، فعلمه أيضا مبادئ الإيمان المسيحي. لم يكن قديسنا يهتم بمغريات العالم، بل كان يضع رجاءه في الرب يسوع. كان يصوم ويصلي ويداوم على الصلاة والصوم، وأيضا يزور المرضى والمساجين. دخل في كلية الحربية أو في الجيش حسب إرادة والده، ولكنه لم يكمل فيها. أخذ يدرس الطب والصيدلة وبرع فيهما لأنه أحب هذه المهنة كثيرا. ثم أصبح طبيبا. كان طبيبا متقنا لعمله كثيرا، يعالج المرضى بمحبة فائقة، يعالجهم جسديا بالعقاقير والأدوية، ولكنه أيضا كان يعالجهم روحيا ويحثهم على الإيمان المسيحي، فيشفيهم جسدا وروحا، مناسبا الشفاء للرب يسوع، لأن الشفاء دائما هو من الرب وليس من القديس، إنما يحصل على يد القديس، إنما الرب هو الشافي. نناقش معا كيف آمن القديس ليان بالرب يسوع. آمن القديس ليان بالرب يسوع عندما تربى على يد مربية مسيحية تدعى مطرونة، هي التي لقنته مبادئ الإيمان المسيحي، وهي التي علمته مبادئ الديانة المسيحية. ما عمل القديس ليان وكيف كرسه في خدمة الآخرين؟ القديس ليان درس الطب، فكان طبيبا معالج المرضى، وكرس علمه في معالجة المرضى بمحبة، أحبهم وساعدهم وعالجهم روحيا بالشفاء الروحي ومساعدتهم في نيل الإيمان، وعالجهم جسديا بالأدوية والعقاقير، ولكن كل عمله كان ممزوجا بالمحبة، لأنه اتبع الرب يسوع في محبة الآخرين. أذكر عملا قدمت من خلاله خدمة للآخرين مقتديا بالقديس ليان الحمصي. قد لا أستطيع شفاء المرضى لأني طالب، ولكن أتمنى عندما تكبرون أن تصبحوا أطباء ولكم فائدة كبيرة في المجتمع، ولكن أنا كطفل صغير يمكن أن أساعد الآخرين بصلاتي. الصلاة تشفي من المرض، صلاة الإيمان تشفي، فأنا أساعدهم بصلاتي، أرفع صلاتي للرب ليشفي جميع المرضى في العالم. أيضا أساعد الآخرين بأعمال بسيطة، مثلا أشتري الدواء لشخص يحتاجه، أساعد العجائز، أساعد جاري المريض، أحضر له الطعام، أحضر له الكأس ماء، أساعد المرضى من حولي، هذا ضمن قدراتي. كلمة الحياة. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. إذن يسوع كان يتجول بين المدن والقرى. تجول يسوع وتنقل من السامرة إلى أورشليم، إلى بيت لحم، إلى الجليل، في مناطق كثيرة، وهو كان يدخل إلى المجامع. المجامع هي المعابد التي يجتمع بها اليهود ليتعلمون الناموس والشريعة اليهودية، فكان يدخل إليهم ويعلمهم، ويكرز ببشارة الملكوت، كان يبشر بالحياة الأبدية، يبشر بالحياة مع الله، يبشر بالخلاص،
كان أيضا يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كان يشفي المرضى، أقام يسوع شفاءات كثيرة، شفاء المرضى، شفاء البرص، شفاء الكثير من الناس وكل ضعف في الشعب. كان يساعد الجميع دون استثناء، يشفيهم من أمراضهم ومن ضعفهم الجسدي وضعفهم الروحي عندما يقوي إيمانهم. إذن كلمة يطوف تعني يتجول، والمجامع هي المعابد التي اجتمع فيها اليهود. نحن الآن نجتمع في الكنائس. ماذا قدم لنا الرب يسوع المسيح عندما كان يجول بين المدن والقرى؟ قدم لنا تعاليمه وبشارته بالخلاص وبشارة الملكوت والحياة مع الله والحياة الأبدية عندما نخلص من الخطيئة، وأيضا قدم الشفاء للمرضى والمتعبين والذين في ضيق. أذكر بعض أعمال الشفاء التي صنعها الرب يسوع. أعمال الشفاء التي صنعها الرب كثيرة، فقد شفى المخلع، شفى الأعمى، شفى الأصم المعقود اللسان الذي لا يستطيع الحديث، شفى البرص. وهنا ننوه أن البرص، المرض البرص، كان مرضا مرذولا من المجتمع. البرص هو مرض جلدي يصيب الجلد، ولكن المجتمع قديما كان يكره البرص ويعاملهم وكأنهم مرذولون لا يخالطهم أبدا. أما المسيح فاقترب منهم وشفاهم وأعطاهم التطهير من هذا المرض. أيضا شفى غلام قائد 100 دون أن يراه، شفاه دون حتى أن يلمسه. أحصل على الكلمة الضائعة بعض شطب الشفاءات التي قام بها يسوع لأتعرف إلى مجموعة الناس الذين شفاهم معه. سنبحث عن كلمة الأبرص في اللعبة، والمقلع، المفلوج، الأعمى، الأصم. الأبرص هنا، المقلع، الأعمى، أيضا المفلوج، المفلوج و الأحرف الباقية نجمعها فهي البرص 10. إذن الأحرف التي تبقى تدل على الكلمة الضائعة هي البرص 10، وهم المجموعة التي جاءت إلى يسوع وطلبت الشفاء، وشفاهم يسوع من البرص، ولكنهم ذهبوا حتى دون أن يشكروا، إلا واحدا منهم عاد إليه وشكره وحصل على النعمة الروحية بمغفرة الخطايا وبالشفاء الجسدي والتطهير من البرص. أعبر عن إيماني. يقدم الرب يسوع الشفاء للمرضى بقدرته الإلهية، محبة بهم وتحننا عليهم، ويحمل أوجاعنا وخطايانا. إذن الشفاء من المرض هو قدرة إلهية لا يملكها إلا الله تعالى، وهو شفى جميع المرضى لمحبته بالإنسان. لم يرضى للإنسان بالعذاب والألم، فساعده وأشفق على البشر وتحنن عليهم وشفاهم، شفاهم من هذا المرض الجسدي مجانا دون مقابل. وهو أيضا حمل أوجاعنا وخطايانا على الصليب وشفانا من مرضنا الروحي الخطيئة. فعندما تقدم إليه رجل مصاب بالبرص وسجد له طالبا منه أن يطهره، مد يسوع يده ولمسه وقال: إني أريد، فطهر. إذن الله يسوع يريد لنا الشفاء، إني أريد، فطهر، كما فعل مع حماة بطرس. حماة بطرس أيضا كانت مريضة ومحمومة ومقتربة من الموت، لازمتها الحمى مدة طويلة وارتفعت حرارتها إلى درجة عالية،
ولكنه أيضا جاء وأمسك يدها وشفاها من المرض. ومع المشلول يسوع شفى المخلى، شفى عدة مخلعين، منهم المخلى الذي كان قرب بركة سلوان الذي لا يستطيع أن يرمي نفسه في البركة فشفاه يسوع، وأيضا المخلى الذي حمله أصدقائه ودلوه من السقف ليصل إلى يسوع. إذن شفى الكثير الكثير من الناس. يعلمنا الرب يسوع أن نبادر بطلبنا منه، وهو يستجيب لنا بحسب إيماننا ومشيئته. قلنا أن صلاة الإيمان تشفي، ولكن علينا أن نبادر بطلب الشفاء. علينا أن نؤمن ونطلب. اقرأوا يفتح عليكم، اطلبوا تجدوا. إذا نحن نطلب والله يجيب. فقد سأل الأعمين: أتؤمنان بأني أقدر أن أفعل هذا؟ أجابا: نعم يا سيد. الإيمان ضروري جدا جدا للشفاء ولتحقيق المطالب. دون إيمان لا خلاص ولا شفاء. أعطى الرب يسوع المسيح المفهوم الحقيقي لخدمة الإنسان. غير السيد المسيح مفهوم الخدمة، فأصبحت لا يحدها زمان أو مكان، ولا تقتصر على شخص من دون آخر. شفى يسوع اليهود، شفى الأوثان، وأيضا في عصرنا الحالي شفى المسيحيين وشفى غير المسيحي، شفى الجميع دون أن يقف عند إنسان أو لون أو دين أو مذهب. المسيح يطلب منا الخدمة للجميع، الخدمة غير مرهونة بإنسان محدد أو زمان محدد أو شخص محدد. الخدمة للجميع، لأن المحبة للجميع، ولأن المسيح أعطى المحبة دون تمييز، والخلاص دون تمييز. أناقش وأجيب. ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس. سمعان هو سمعان بطرس، وأندراوس أخاه مع يعقوب ويوحنا. وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها. فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فتركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. حماة سمعان كانت مريضة وتلازمها الحمى وممددة في الفراش، وحرارتها مرتفعة جدا، وعندما تكون الحرارة مرتفعة يكون الإنسان في خطر. فأخبروه عنها، تقدم التلاميذ وأهل البيت وأخبروه أنها مريضة. إذن هنا إيمان كبير بأن المسيح سيشفيها، لذلك جاءوا وأخبروه عنها. فتقدم وأقامها ماسكا بيدها، فقط أمسك يدها فتركتها الحمى حالا وقامت تخدمهم وتهتم بهم. كيف شفى الرب يسوع حماة بطرس؟ تقدم الرب يسوع وأمسك يدها فشفاها وفارقتها الحمى حالا. ما الذي دعا الجموع لإخبار الرب يسوع؟ جاء الجموع إلى الرب يسوع لأنه يشفي المرضى، لأن لهم إيمان كبير وثقة كبيرة أن الرب يسوع سيشفيها، لذلك أخبروه. إذن لشدة إيمانهم به. زوادة الروحية. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم، فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. مزمور 107. أرسل الله كلمته، كلمته هو ابنه الوحيد هو الرب يسوع المسيح، فشفى المرضى وشفاهم من أمراضهم الروحية وأمراضهم الجسدية. فعلينا ونجاهم من التهلكة ومن الخطيئة ومن الموت بالخطيئة. فعلينا أن نحمد الرب على عطاياه دائما وعلى رحمته، لأن رحمته شملت العالم كله وشملتنا كثيرا. أختبر نفسي. أصل الفقرات بين العمودين الأول والثاني مستعينا بالإنجيل المقدس لأتعرف نوع الشفاء الذي قدمه يسوع للمرضى. الأبرص كان مريضا. قلنا أن البرص هو مرض جلدي يصيب الإنسان، ولذلك كان يعتبر
لعنة فهو يصيب الجلد ويتغير لونه إلى بياض شديد. جاء الأبرص وطلب من يسوع التطهير فطهره. إذا نصل الأبرص إلى التطهير. حمات بطرس تركتها الحمى وذهبت عنها الحمى والحرارة المرتفعة. الكسيح هو المشلول الذي لا يستطيع أن يمشي. الكسيح عندما شافه يسوع قام وحمل سريره ومشى. الأعميين هما أعميا أريحة. أعميا أريحة انفتحت أعينهما وأبصرا. غلام قائد المئة، هذا الغلام شفاه الرب يسوع دون أن يراه ودون أن يمسكه ودون أن يدخل إلى بيته، شفي من مرضه بكلمة واحدة من الرب يسوع. أختار الإجابة الصحيحة. يشفي يسوع المرضى بقدرته الإلهية، طبيعته الإنسانية، أمثاله وتطويباته. الطبيعة الإنسان لا يشفي، إنما الله هو الذي يشفي. الرب هو الوحيد الذي يقدر أن يشفي لأنه إلهنا. إذا المسيح شفى المرضى بقدرته الإلهية. واحد من هؤلاء المرضى شفاهم الرب يسوع بكلمة منه دون رؤيته ولمسه. الأعمى، الأصم، غلام قائد المئة. الأعمى جبل الرب طين ووضعه على عينيه. الأصم وضع يديه على أذنيه. أما غلام قائد المئة فقد شفاه دون أن يراه ودون أن يلمسه، وهو الذي شفي دون رؤيته ولمسه. غاية يسوع من شفاء المرضى كل ما يأتي ما عدا محبة بهم، افتخارا بقدرته، تمجيدا للرب. شفى يسوع المرضى لأنه يحبنا، لأنه يحب الناس ولا يريد لهم العذاب والألم، وهو يمجد الرب في أعماله. ولكنه لا يفتخر بقدراته، لا يستعرض قدراته لأنه الإله. إذن هو لا يشفي المرضى افتخارا بقدرته، هو الخيار الذي نستثنيه. أضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. القديس ليان الحمصي كان يشفي المرضى ناسبا الشفاء للرب يسوع. طبعا الشفاء هو للرب يسوع، يسوع هو الذي يشفي وليس القديس. جميع القديسين يرفعون الصلاة إلى الرب والرب هو الذي يشفي. إذا القدرة للرب، ونضع إشارة صح. شفى الرب يسوع جميع المرضى ما عدا الأبرص. خطأ، الرب يسوع شفى جميع المرضى والأبرص قرب منه وشفاه وطهره. قدم الرب يسوع الشفاء للناس دون مقابل. صح، قدم الرب الشفاء دون مقابل، ونحن يطلب منا الخدمة دون مقابل. كانت معجزات الرب يسوع تعلن اقتراب الملكوت السماوي. صح، المعجزات تعلن أن ملكوت السماء اقترب، فعلينا أن نسهر ونهتم وننتبه لاقتراب ملكوت السماء. أصنف الأعمال التي صنعها الرب يسوع إلى مجموعتين، معجزات الشفاء وأمثال. السامري الصالح. مثل السامري الصالح هو مثل الرجل الذي ساعد الغريب الذي لا يعرفه، فهو من الأمثال. أيضا الزارع هو مثل، خرج زارع ليزرع الحقل، هو مثل يدلنا على أهمية زرع الكلمة وسماع كلمة الرب. الأصم والمعقود اللسان، شفى الرب الأصم. الأصم هو الذي لا يسمع، والمعقود اللسان الذي لا يتكلم، شفاه الرب بلمسه، هو معجزة شفاء. الوزنات، الوزنات هو مثل عن المواهب وضرورة استثمار والاهتمام بالمواهب. إذن هو أمثال. الدرهم الضائع أيضا هو مثل. المفلوج هو الذي لا يمشي، المشلول، أيضا شفاه الرب يسوع، هو معجزة الشفاء. الخروف الضائع هو مثل عن محبة الله للخاطئ وكيف يبحث عنه كما يبحث الراعي عن خروفه الضائع، هو من الأمثال. الابن الضال أيضا من
الأمثال، وهو يدلنا كيف نحن نخطئ في حق الله الآب ولكن هو يسامحنا. ومن الأمثال: المرأة المنحنية الظهر، هي امرأة كانت منحنية الظهر طوال عمرها ولكن الرب يسوع شفاها، هي معجزات شفاء. البرص العشر هم الجماعة التي شفيت معا بلمسة من الرب يسوع فهو معجزات شفاء. حماة بطرس شفاها من الحمى أيضا معجزات شفاء. والأعمى شفاه الرب يسوع عندما جبل طينا ووضعه على عينيه وهو أيضا معجزات شفاء. بهذا يكون درسنا قد انتهى. أتمنى لكم أياما سعيدة وأن لا تصابوا بأمراض وأن تكونوا دائما بصحة جيدة.